احتضن الفضاء الثقافي والفني رياض السلطان بمدينة طنجة أشغال ملتقى ابن بطوطة الدولي الأول للتسامح والتقارب بين الشعوب، الذي تم خلاله تسليط الضوء على دور الرحالة المغربي في نشر القيم الإنسانية النبيلة وإغناء أدب الرحلة. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة بشراكة وتعاون مع مؤسسة عبد الهادي التازي بمناسبة مرور العام الأول عن افتتاح فضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة ببرج عام بالمدينة العتيقة لطنجة، والذي يصادف الذكرى 719 لميلاد الرحالة ابن بطوطة. تم تنظيم هذا اللقاء الثقافي بمناسبة مرور سنة على افتتاح الفضاء المخصص للرحالة الكبير ابن بطوطة، وكانت هذه المناسبة اجتمعوا فيها واحد التلة ديال الأساتذة مغاربة وكذلك أجانب لتكلموا عنا على المغزى من القيام اللي يمكن نستنفذوها يعني من الرحلة ديال بطوطة، بالخصوص في هذا العالم اللي كيعرف الطلاطمات وكيعرف والعنوان ديال هذا اللقاء كان اللقاء يعني التسامح بين الشعوب، يعني تعرف التسامح بين الشعوب يعني التقارب. ف يعني بلد كالمغرب الذي انجب ابن بطوطة اكيد انه له دور باش يلعب في هذا الميدان، اللي حقيقه القيام ديال بطوطة الان اصبحت اكثر من اصبحت يعني ذات قيمة يعني الوقت الحالي باش نزلوها في أرض واقع. وكان حقق لقاء يعني حضر يعني أكثر من يعني من 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 يعني من الأساتذة، من الناس المهتمين، وكذلك من المجتمع المدني اللي جاوا يعني شاركونا في هذا اللقاء، وهذه النسخة الأولى، ونأمل إن شاء الله أن تكون لقاءات يعني في المستقبل يعني يكون برنامج من أجل التعريف بهاد القيم اللي كان حقيقة كيمت لها هذا الرحل الكبير اللي هو ابن بطوطة. وفي السياق ذاته رأى رئيس النادي الدبلوماسي المغربي الطيب الشودري أن ابن بطوطة الرحالة تحل بالكثير من مميزات الدبلوماسي الناجح، وأعطى صورة عن المغرب والمغاربة في العديد من مناطق العالم، مشيرا إلى أن ما اجتمع في ابن بطوطة قليلا ما تجده في شخص واحد، فهو الرحالة والأديب والقاضي والفقيه والسفير. ابن بطوطة يعطي صورة عامة عن ما تشكله مدينة طنجة من موقع جغرافي غني بحضارته وماضيه وثقافته وعطاء ساكنته من مختلف الأديان. كان لي الشرف أني ساهمت في هذا اللقاء الأول الدولي الواقع حول ابن بطوطة كرمز من رموز التعايش والتقارب بين الشعوب. أنا تحدثت عن الجانب الدبلوماسي لرحلة ابن بطوطة، والواقع أن العالم اليوم بما يطمح إليه من تقارب وتفاهم وتعايش ونبذ الكراهية ونبذ العنف ونبذ في حاجة إلى معرفة الأهداف الأساسية الحقيقية لرحلة ابن بطوطة وما كان يهدف إليه. هذه هي الرسالة التي تقدمها رحلة ابن بطوطة وتقدمها ابن هذه المدينة العريقة الرائعة. وأشار الشودري إلى أنه ليس من باب الصدفة أن تترجم المؤلفات الخاصة برحلات ابن بطوطة إلى 50 لغة عالمية، وتستقطب اهتمام مؤرخين كبار ومهتمين بأدب الرحلة من قبيل المؤرخ الراحل عبد الهادي التازي، الذي أفرد حيزا مهما من اهتماماته لابن بطوطة الرحالة والإنسان والمثقف والدبلوماسي والعالم والمتصوف.
وهذا اليوم بالنسبة ذكرى لبني بطوطة وذكرى الوليد الله يرحمه سي عبد الهادي التازي. وقررنا بمساعدة مؤسسة لاسابت باش هذا المحل يكون إن شاء الله ويولي محل فاش الناس كيتقاربوا وفاش كان درسوا ثقافة السلام وثقافة التقارب. وإن شاء الله غادي نعلنوا على واحد البرنامج كامل اللي غادي يسمح لنا باش نتلاقاو أكثر، ماشي غير كمغاربة ولكن بغينا جميع الدول يشاركونا في هاد المبادرة. وإن شاء الله ما يمكن تكون غير مبادرة ناجحة، لأنه العالم كله عيا من هاد الحروب وعيا من هاد النزاعات، وبغينا ندرسوا داكشي اللي كيقرب بيناتنا، وكل شيء تيقرب بيناتنا كبنو آدم. واليوم تنحيوا الذكرى ديال بني بطوطة ديال 719 العام على الازدياد ديالو، وكنتمنوا باش هاد التاريخ يبقى كل عام مناسبة باش عاود نتلاقاو حول مواضيع مختلفة. أنا سعيد بالمشاركة في هذا الملتقى الدولي الأول حول ابن بطوطة، حول موضوع مهم جدا، موضوع التسامح والتعايش في رحلة ابن بطوطة وفي كذلك كتابات المرحوم زي عبد الهادي التازي. فكانت يعني فرصة أن الإساسكو تقدم في هذا الملتقى ما تقوم به في هذا المجال، وما تقوم به وكثير، وأنا أعطيت عدد من الأمثلة التي قامت بها المنظمة في تعزيز وترسيخ قيم التعامل والتعارف بين الشعوب، خاصة ومن خلال ثلاثة إنجازات: إصدار موسوعة لتفكيك الخطاب، خطاب التطرف، وكذلك موسوعة الاستغراب، واستضافة متحف السيرة والمعرض الدولي للسيرة النبوية الشريفة في مقر الإساسكو في الإساسك في الرباط. L'enseignement à la paix et à la culture de la tolérance. Abdelmalek El-Aqil, les canettes Lyon 24, Tanja.